السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الثانية، حيث ستعتلي هذه الساعة ثلاثة محاور مهمة. نبدأها بالمحور الأول. العراق يدخل مرحلة مهمة لمواجهة داعش داخل الأراضي السورية. وفي المحور الثاني، واشنطن تعلن الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والكتل العراقية. أما المحور الثالث، الجمعة الرابعة للمسيرات الكبرى في فلسطين، والعرب تقف موقف المتفرج. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وإلى المحور الأول من هذه الحلقة الذي يتحدث عن العراق ومرحلة جديدة من الدخول في الصراع ومواجهة داعش في الأراضي السورية. لماذا قام العراق خلال هذه الفترة بالتصدي لداعش داخل الأراضي السورية؟ يجب أن تكون هنالك دوافع، يجب أن تكون هنالك تبادل المعلومات الاستخبارية. زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى العراق بالأمس لم تكن زيارة اعتيادية، وإنما كانت زيارة من أجل تبادل المعلومات الاستخبارية من جهة، وثانيا من أجل أن يكون المحور الرباعي ذا أسرة واحدة من أجل القضاء على الإرهاب، وليس القضاء على الإرهاب فقط، إنما القضاء على الحيل التي تقوم بها أمريكا وحلفائها في المنطقة من أجل الوقوف عسكريا وأكثر منه سياسيا في المنطقة، حتى لا يقال أن الإرهاب توزع وانتشر في سوريا وعلى الحدود السورية العراقية، مما يؤدي إلى بناء كما تزعم الآن أمريكا بناء كيان داخل سوريا وعاصمته درعا. وأيضا هذا الأمر قد يصيب العراق بجذامه كما أصاب جذام داعش من سوريا وانتقل إلى العراق. الحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون معي المحلل السياسي الأستاذ ماهر عبد جودة. حياك الله أستاذ ماهر. حياك الله استاذ، وتحيه لكل من يشاهدنا على قناه بلادي، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ. يعني هل احست الدوله العراقيه والحكومه العراقيه بالخطر الداهم الذي يواجه من قبل داعش ومن يدعم داعش، فقامت بالضربه الجويه بالامس الى داعش داخل الحدود السوريه؟ استاذ، قبل الإجابة على سؤالك لابد نبارك للإنسانية بولادة نبراس البشرية الإمام الحسين، القرآن الذي يتلى في كل البيوت، وسنذكر الحسين ساعة لأنه وقف إلى مدى التاريخ ويبقى الحسين نبراس لكل البشرية. أما بخصوص سؤالك، أكيد أنه ملاحقة الإرهابيين وبالتنسيق مع الحكومة السورية هو يصب لصالح العراقيين. بعد متابعة خلايا داعش والمعسكرات الإرهابية اللي موجودة ما بين صلاح الدين والثرثار، ثم الانتقال إلى المنطقة الغربية، ثم الحدود السورية العراقية، وهذه المناطق التي تصبح رخوة وأرض لربما طرية تستخدم بسبب جغرافيتها وسعة الأرض لخبايا وخفايا الدواعش، والدخول هو ضربة نوعية ورفع المعنويات وتواصل مع المجتمع الدولي والتحالف الدولي للأصل المعلومة وملاحقة هؤلاء الإرهابيين. يعني المعلومة أستاذ ماهر هو للتحالف الدولي أم التحالف الرباعي الذي قامت به سوريا والعراق وروسيا وإيران وضرب هذه الخلايا؟ نعم، وليس مع التحالف الدولي. نعم أستاذ، إحنا لا ننكر أكيد الغرفة العمليات ما بين دمشق، بغداد، طهران، موسكو أكيد ضمن المعلومات الاستخباراتية، ولكن هناك لا تنسى تحالف دولي موجود في العراق وفي سوريا. التنسيق مع كل الأطراف لا يضر بالنتيجة. نعم، مثل ما ننسق مع سوريا كدولة وكحكومة ومؤسسات أمنية واستخباراتية، كذلك ننسق مع هذه الدول. وأكيد إذا طالما الهدف يكون واحد وهي ملاحقة الإرهابيين أينما يكونون، فهذا هو لصالحنا جميعا. أكيد بعد هذه العملية الواسعة للمحاور الثلاثة في الأرض الواسعة الشاسعة، لأنه الأنبار ثلث مساحة العراق، ثم انحصر بزاوية بالدخول إلى مناطق البوكمال وباقي المناطق الأخرى اللي موجودة في داخل سوريا، والدخول بعمق تجاوز 90 كيلومتر، هذه هي ضربة نوعية وهدف جيد يعني لملاحقة الإرهابيين، حتى لا يكون هناك ضغط في داخل سوريا من قبل الحكومة السورية والداعمين لها
وحلفائها أن يكون هناك ثغرة لدخول العراقيين. هذه هي رسالة واضحة أن العراقيون قادرين على متابعة الإرهاب أينما يكون، ولربما في المستقبل ننسق مع تركيا، ننسق مع أي دولة. لكن الأمر أستاذ ماهر قد يكون أبعد استراتيجيا من هذا الكلام، قد يكون هنالك يعني زيارة وزير الدفاع إلى العراق جاءت بنقاشات معمقة ما بين المحور الرباعي والخطورة التي موجودة الآن من الولايات المتحدة التي تزعم إلى بناء كيان داخل سوريا، فلذلك يجب أن تكون هنالك خطوات للمواجهة قبل أن يكون العراق ينكوي بنار ما يحدث في سوريا. بصراحة أن الأمريكان لا يردون العراق يخرج من ساحة نفوذ ملفهم كما الملف المعروف السوري بيد الروسيين، وهذا لا نخجل منه، هذه طبيعة تبادل الأدوار وانتقال المصالح الدولية ومصالح عالمية. الأمريكان لهم وجود في داخل الساحة العراقية، وهم بال2003 ما جاءوا من أجل سواد علان ولا فلان، جاءوا من أجل مصالح. لكن عندما يريد أن يخرج العراق من نطاق هذا الملف الذي يدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفه، أن يخرج من نطاق الرباعي اللي معروف طهران وموسكو ودمشق وبغداد، أكيد هذا لا يروق للأمريكان باعتبار أنه العراقيين أصبح يريد أن يفكك خارج التحالف الولايات المتحدة الأمريكية. لا ضير، عندما نحاول نقنع جميع الأطراف نحن نعمل لصالح الشعب العراقي، الحكومة تعمل لصالح الجميع، الحكومة تطارد الإرهاب أينما يكون. نعم هناك مصالح متضاربة، إرادات دولية، صراع الجبابرة على الساحة السورية، وبالتأكيد لديهم خط الأمريكان اللي موجود، الخط الحدودي ما بين العراق وسوريا التي أرادت الأمريكان أن يكون شريط للديمقراطي أو الكراد سوريا. ثم هناك أصبح تدخل من قبل أردوغان إلى عفرين والمناطق يريد يدخل منبج، وهذه فيها صراعات سياسية وصراعات إرادات نحن بعيدين عنها. ما يهمنا المصلحة العراقية، ننظر ما موجود في سوريا، في تركيا، في أمريكا، في التحالف الرباعي بعيون عراقية، بمصلحة عراقية، بعيدا عن التجاذبات، بعيدا عن الصراعات، صراعات الإرادات. نكون كما يقول السيد رئيس الوزراء، العراق لن يكون ساحة صراع لا دولي ولا أقليمي، سنكون ساحة معتدلة. لكن داعش لربما الجميع متفق عليها أن نحاربها أينما تكون ونضربها بقوة، لأن بالنتيجة إذا تولد هناك ضغطا على الحدود العراقية السورية سيكون منفذها إلى العراق. خيرا فعلت الحكومة عندما قادت المعركة بمحاور ثلاثة، انطلقت من صحراء صلاح الدين والثرثار ثم المناطق الغربية صعودا إلى سوريا، هو بالتأكيد لصالحنا عسكريا، ثم التنسيق مع هذه الجهة الرباعية اللي معروفة بغرفة العمليات أو غرفة الاستخبارات لتبادل المعلومات، ثم أنطى الضوء الأخضر إلى العراقيين ودخول الطيران العراقي لا نخجل، بتنسيق مع كل العالم حتى لا يكون هناك تصادم عسكري. طيب، ويكون وضوح. طيب طيب يا سيدي الكريم، ذكرت أنه رئيس الوزراء لا يريد أن يجعل من العراق هو ساحة للصراع والتجاذبات السياسية الدولية، لكن يعني كما معروف عن رئيس الوزراء لا يقوم بالفعل إلا أن يدرسه صحيح. يعني رئيس الوزراء ذهب إلى ضرب داعش في الداخل السوري، يجب أن تكون هنالك تفاهمات، يجب أن تكون هنالك خطوط خضراء وخطوط حمراء بالنسبة لرئيس الوزراء. سؤالي، هل كانت هذه الضربة سياسية أكثر مما هي عسكرية؟ بالتأكيد هي تحمل لها عدة رسائل. نعم هي عسكرية بالدرجة الأولى، ضربت أهداف جدا مهمة وقاد لتنظيم إرهابي معروف ودك خلاياه. أما الرسائل السياسية هي واضح أن العراق بأفضل حالاته، العراق خرج منتصر، العراق يمتلك غطاء جوي ممكن ملاحقة الإرهابيين، العراق لم ولا يكون ساحة سهلة مثل ما تتصورها بعض دول الجوار على أن العراق هاش، عراق وضعه الأمني مهلهل، وضعه السياسي والاقتصادي، هذا لا خلاف. وهذه الضربة قبل الانتخابات ما هي إلا رسائل إيجابية جدا وكبيرة. نعم ممكن بضربة واحدة، ولكن نرسل عدة رسائل متعددة. طيب، على أن العراق قادر على أن يعني يتفاعل مع الأحداث الإقليمية والدولية. أستاذ ماهر، يعني ما هي الانبعاثات السياسية من هذه الضربة؟ أكيد عندما يسمع كل العالم أن العراق أصبح يقاتل الإرهاب خارج حدوده، هذه رسائل إيجابية وهذه معطيات راقية ورائعة، وهذا تصور طيب. ثم يدخل في الجانب المعنوي إلى الشعب العراقي والمؤسسة العسكرية. طيب، ثم يدخل طيب بالحرب النفسية. يعني لمن وجه هذه الرسائل، لمن وجهت، إلى أي جانب كان؟
يا سيد العزيز وجهت لكل من يريد يستهدف العراق. العراق أكثر من 15 سنة ساحة تدخل دولي وإقليمي، ومن فيهم تدخل سلبي، ومن أرسل لنا الإرهابيين، ومن فعل، ولا زال اليوم نعاني من هذه الحروب التي تدفع ثمنها حتى دخلت على إطار الانتخابات. كل دولة بالعالم هي أكيد لديها أصدقاء وأعداء، ولديها كثيرا من الخصومات، ولديها استهدافات. العراق ساحة جاذبة للأقطاب الدولية والإقليمية، والعراق ساحة ممكن أن تستقبل لكل ما تريد. لكن اليوم مرحلة جديدة أستاذ، صفحة جديدة، أنه العراقيين ينتقلون من الحرب في داخل الأرض بعد أكيد ما حررنا كل هذه الأراضي، ننتقل إلى معركة أفضل. سوريا أصبحت ساحة دولية، يعني البصمة الروسية موجودة وحلفائها، البصمة الأمريكية والأوروبية بالعدوان 30 الذي حدث على مناطق اللي موجودة في دمشق، واللي تعدى 110 صاروخ. اليوم وجود العراق على هاي الساحة هذه أكيد فيها رسائل إيجابية وسياسية إلى العالم، على أنه العراق لم يعد عاجز. العراق اليوم تكامل ضمن منظومته الأمن القومي، الأمن الدفاعي، بما متوفر من غطاء جوي وأرضي وبري. واليوم نحن أكيد في مرحلة أفضل مثل ما ذكرت في سؤالك، وانتقالة جديدة عندما نطارد الإرهابيين في دول الجوار، وهذه تحسب إلى الحكومة العراقية. طيب أستاذ ماهر، يعني لنضيق الرسائل أكثر، هل هذه الرسائل وجهت إلى أمريكا بما أن العراق من المحور الرباعي؟ فهذه الرسائل وجهت إلى أمريكا بالوجود العراقي، وبأن العراق لا يقبل وجود داعش مجددا، ولا يقبل الأنفاق التي قد تبنى هنا وهناك، والممرات التي تكون فيها الأسلحة الأمريكية، الممر ما بين الأردن وما بين فلسطين لنقل الأسلحة الثقيلة لبعض الأفراد أو الوحدات التي أنشأتها أمريكا بأيادي سورية. أحسنت أستاذ. نعم، ممكن يقول العراق الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها قادر العراق أن يجد البديل، أن يتناغم مع كثير دول متمكنة في العالم، أن ممكن ننتقل إلى سلة عسكرية جديدة تغير الموازين. يعني معناه أن العراق لم ينحصر في الفلك الأمريكي، لن يحصل العراق في الملف الأمريكي. ممكن ننطلق إلى آفاق أفضل وإلى علاقات أفضل، لأنه قبل فترة ربما روج من خلال إعلام العراق ذاهب لشراء صواريخ S-400، وهذه صواريخ متطورة جدا وتدخل ضمن المنظومة الدفاعية، مما دعا حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل على الخط، وحاولت أن تقنع الحكومة بأنه يبقى التوجه ضمن الإطار وضمن العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين العراق. هي نعم رسالة واضحة ليس للأمريكان فحسب، لكل العالم موجود. العراق ممكن أن يشكل مع جهة أو جبهة أخرى عسكرية من خلالها ينطلق لرسائل عسكرية إلى كل أعداء العراق. العراق إذن لم يكن محصور في زاوية معينة، لربما تكون هذه الزاوية تدخله في نفق مظلم. أما العلاقة الأحادية لم تكن في صالح العراقيين، علينا ننفتح على جميع الدول، دول الجوار، دول العالم، دول المؤثرة، دول التي أخرجت الأمريكان من القطب الواحد إلى القطب المتعدد، دخل في عدة صراعات ومحاور موجودة، ووجود روسيا على الساحة أكيد ليس بالأمر الهين. لكن لا ننسى بالنتيجة أن روسيا وأمريكا وباقي الدول تجري كثيرا من التنسيقات فيما بينهم من خلال مصالحهم. إحنا كذلك ننسق من أجل مصالح العراقيين وبعيون عراقية، ونقول للجميع العراق لم يكن حكرا لدولة معينة، وإنما ممكن ينسق مع جميع دول العالم، وتبقى خط الحكومة ومنهجها خط معتدل، ليس ساحة احتراب، ولا نكون ساحة احتراق في الشرق الأوسط. ممكن نكون بغداد قبلة سياسية، قبلة دبلوماسية لتقارب وجهات النظر ما بين العالم المتصارع، ونطلب من العالم أن يخرجنا من هذه اللعبة الدولية من التمزيق والدخول في الساحة والمحاور مثل ما يجري على سوريا، ليكون العراق إلى العراقيين، ونتعامل مع الجميع بإيجابية. طيب، قد تكون هنالك يعني تعميق للخلافات ما بين الحكومة العراقية وواشنطن، لكن نرى أن العراق ضرب بجانب التحالف الرباعي الدواعش في سوريا، هي رسالة لأمريكا. أمريكا بالمقابل كانت لها هنالك خطوات في الداخل العراقي بنشر 3 فرق من مستشارين إلى فرق عسكرية داخل العراق، وقد تكون هنالك يعني قواعد عسكرية أمريكية. كيف تقرأ هذه المسألة؟ يا سيد العزيز، الأمريكان
يعني انا حقيقه اريد اذكر نشط الذاكره العراقيه، الامريكان موجودين 1991 حتى من خلال حرب العاصفه مع الكويت اللي دخلوا وصلوا حتى الى ذي قار بال91، ثم دخلوا بحجه التفتيش الدولي ودخلوا الى قصور صدام ومخادع وغرف نوم صدام، الامريكان موجودين. ثم جاءت خطوط العرض والطول 32 وعزل الشمال عن بغداد، هذه كلها موجوده ورسمت الخارطه وصورت المنطقه بالكامل، وكانت الطائرات تصول وتجول في سماء العراق. بعد 2003 جاءوا ضمن المجتمع الدولي لدخول العراق، وكان هناك تنسيق ما بين الامريكان وما بين العراقيين، وهذا ليس معيبا، هي هذه فن السياسه اللي تصنع في فن الممكن في عالم المعطيات. اليوم الامريكان موجودين، بعد 2014 بعد 2011 كان هناك اتفاقيه الاستراتيجيه الامنيه وخروج القوات الامريكيه، لكن بعد 2014 تعرف تغير الحال واصبحنا بحاجه الى الدعم الدولي والدعم المجتمع الدولي، والامريكان رقم واحد بالعالم يغيرون في السياسه وفي الاقتصاد وفي العسكر ويغيرون دول بأكملها، واستطاعت الحكومة آنذاك تقنع جميع الأطراف بمساعدة العراقيين. ولأول مرة نحن يقاتل العالم المتناقض المتصارع على الساحة العراقية بدعم، عندما أقنع السيد رئيس الوزراء بالطائرة الأمريكية في الجو والمستشار الإيراني خلف المقاتل العراقي، هو هذه السياسة وهذا هو النصر السياسي، عندما تقنع الخصوم المتناحرين أن يكونون سند لك وداعم لك ويقدمون لك النصيحة والأمور اللوجستية. نعم. الأمريكان موجودين أستاذ وليس عيبا، بالتنسيق مع الحكومة العراقية. والغرابة لماذا نحن نركز على الأمريكان ولدينا عشرات الدول من المستشارين موجودين، الإيرانيين والأستراليين والكنديين والألمانيين وكل دول العالم دخلت بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، وقال السيد رئيس الوزراء لازلنا بحاجة إلى هذا الدعم. نعم. الدولي والتنسيق الدولي، ونحن لا نريد نخسره حتى لا نعود للمربع الأول وتعود ساحتنا مع الأسف مرتع إلى الإرهابيين. طيب يعني أستاذ مار، طبعا الكل له مصالحه في الداخل العراق سواء الأمريكان سواء الدول البقية التي ذكرتها، فلكل واحد هو مصالحه. الأمريكان كانوا في الجو لم يكونوا مرضيين بعض الشيء، تحدثنا في المحور الأول عن السياسة الأمريكية والضربات العراقية في الداخل السوري لداعش وكيفية تأثيرها على العلاقات مع الجانب الأمريكي. ننتقل إلى المحور الثاني وكيفية تأثير الأمريكان أيضا على الانتخابات العراقية، لكن بعد هذا الفاصل. مجددا مشاهدينا الكرام إلى المحور الثاني من هذه الحلقة الذي يتحدث عن وقوف واشنطن على مسافة واحدة من الكتل السياسية والمرشحين في الانتخابات المقبلة. ما لواشنطن وما للانتخابات العراقية؟ ما لواشنطن وما للتدخل في الداخل العراقي وفي الانتخابات العراقية؟ هل هنالك رسائل حية وسياسية بأن أمريكا هي متواجدة ومتغلغلة في الداخل العراقي وأجنداتها موجودة في الداخل العراقي، أو هي إيصال رسائل إلى الجانب الإيراني والروسي والجوانب الأخرى بأن أمريكا هي أيضا ميزان القوى في الداخل العراقي كما هي تريد أن تضع قدم في سوريا وأن تكون لها ميزان قوة بالمقابل من روسيا وإيران؟ حديث أكثر أيضا رحبوا معي بضيفي الكريم مجددا الأستاذ ماهر عبد الجودة، حياك الله أستاذ ماهر. حياك الله أستاذ. أستاذ ماهر، يعني ما لواشنطن وما للانتخابات العراقية؟ كيف لواشنطن ليس لها دور؟ هي راعية للعملية الديمقراطية، هي صاحبة مشروع ديمقراطية العراق في الشرق الأوسط، هي من ساعدت العراقيين من الانتقال من المرحلة الدكتاتورية إلى المرحلة الديمقراطية، هم من جاءوا بقوة 130 ألف مقاتل، هم ساندين هم داعمين، هذه حقائق موجودة على الأرض، وحتى علماء النفس يقولون لا يستطيع الإنسان يقفز على الواقع، هذا الواقع. نعم نتمنى أن نتخلص من القيود الدولية من القوات الأجنبية من الساحة العراقية، هذا يحتاج لها وقت وصبر ونتناغم بالفكر السياسي. نعم هم يقولون نحن نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وهذه هي السياسة الأمريكية، تريد الكل
أن يدخل في اللعبة السياسية ويذوق طعم الحكم وكعكة المناصب، وبالتأكيد سيتغير من مقاتل وحامل بندقية معارضة إلى قوات أجنبية، سيتحول إلى عملية سياسية داعمة، وهذا جرب. نعم أستاذ، يعني هل الأمريكان هم بهذه الصفات النبوة؟ لا لا، بصفات المصالح، بصفات المصالح، لأنه لديها وجهة نظر أنه تريد تنجح في التجربة العراقية، ولربما بسبب دول الجوار والإقليمية وكل ما جرى بالخلال 15 سنة هو ما يجري إلا سوى نضج ديمقراطي، لكن يحتاج لنا صبر، لربما إحنا نفذ صبرنا من حكم الطاغية 30 سنة 15 سنة رأينا فيها المعاناة، نريد نخلص. كل ما يمر به العراقيين أسهل بكثير ما مرت به الكوريتين وأمريكا الشمالية والجنوبية واليابان وما جاورها من ضرب هيروشيما وغيرها وألمانيا وغيرها، هذه الأحداث التاريخية لو يطلع أي إنسان لربما سيجد أنه ما مر في هذه الدول ليس بالسهل، ليس بالأمر الطبيعي. أمريكا بعد 120 سنة حدثت حرب الشمال والجنوب، حرب طاحنة، ثم عادت وتوحدت وأصبحت رقم واحد. الأمريكان ينظرون إلى مصلحة نجاح العملية السياسية لمصالحهم، نعم، وللاستقرار وضعهم. إذا أرادوا، يعني أستاذ ماهر، يعني التاريخ يتحدث عن نفسه، يعني إذا أرادوا النجاح لهذه العملية السياسية لم يكونوا بالداعمين أو المهيكلين لوزارة الدفاع، لم يكون المهيكلين لوزارة الإعلام، هم بهذه الخطوات وما ذكر بريمر وأعضاء مجلس الحكم من تفتيت وزارة الدفاع أدت ما أدى إليه والوضع الحالي العراقي بعد 14 إلى 15 سنة. يا سيد العزيز، هذه أخطاء ضمن مسيرة عملية سياسية، أخطاء، نعم، يعني أنا هذه واحد الأخطاء من الناس لا تمر على أمريكا العظمى أستاذ ماهر. بالتأكيد هذه أخطاء استراتيجية، وكان المفروض أنا ذاك من 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 أخطاء استراتيجية مدروسة. بالتأكيد، بالتأكيد، نعم، أنا أتحدث معك إنه الأمريكان ليس ملائكة. الأمريكان عندما جاءوا ما أسقطوا نظام، أسقطوا إدارة دولة، أسقطوا دولة بكاملها بمؤسساتها، وهذا ببعد، هذا بعد، أرادوا أن ينشئوا دولة على مقاساتهم، أرادوا أن ينشئوا مؤسسات على الفكر الأمريكي. أنا أتحدث بصراحة كقارئ، لست متأثرا. نعم، أقول إنه الأمريكان جاءت بأخطاء مدروسة، بأخطاء لربما تصور عندي، ولكن هي لفكر أمريكي واضح، حل الجيش ومؤسسات الإعلامية. هم لم يسقطوا صدام حسين، هم أسقطوا دولة كاملة، إسقاط الدولة واضح، لكن المشكلة بالفكر السياسي العراقي. كان المفروض يقنع الأمريكان وحلفائهم، نحن لسنا بحاجة إلى أسقاط دولة، الدولة موجودة 1920 لليوم ومؤسساتها موجودة، إحنا كنا بحاجة إلى دعم، لا نريد نضيع إدارة الدولة. القضية دخلت في هذا الإطار، ولكن هذه اللعبة مع الأسف بصراحة أقولها مشت على السياسيين، كان عليهم أن يقفون أمام هذه الإجراءات لبول برايمر. طيب أنا شلون أقبل مجلس الحكم 25 شخصية مقابل بول برايمر هو الحاكم يستخدم حق الفيتو؟ كان المفروض يرفضون هذه العملية ويدخلون رأسا في النظام الذي يحافظ على البلاد، ثم المفروض الآن أنا في هذه المرحلة أقنع الأمريكان والعالم أن يخرجون العراق من صراع، صراع واضح ما بين واشنطن وطهران، ما بين طهران والرياض، ما بين الدوحة وما بين أنقرة. هذه الدول كان ينبغي أن أقنع العالم أنه يخرجون من هذه اللعبة، كما خرجوا مصر، وتعرف الأحداث التي مرت بمصر كيف خرجت من اللعبة، وهي خرجت ليس لحب المصريين، حتى تبقى بوابة حوار وتفاوض إلى الإسرائيليين مقابل الفصائل التي تقاتل إسرائيل. نحن بحاجة أن نقنع هذا العالم أن العراق أن يخرج من محاور الصراع، لا نكون ساحة اعتراب ولا احتراق، ونكون ساحة معتدلة قبلة لكل العالم، نحتوي العالم ونستقبل العالم. هذه الأخطاء بال2003 ينبغي نصححها اليوم. نعم، أقول وأعطي قراءة تامة، الأمريكان عليهم تماما أن يصححوا الأخطاء التي مضت. اليوم أصبح لدينا جيش، نعم، موجود بعد ما حلي، كثيرا من المؤسسات ينبغي ترجع إلى الساحة العراقية، ونبقى ندرس الأخطاء ل 15 سنة، الأخطاء اللي تمت على يد الأمريكان والأخطاء التي تمت على يد السياسيين والكتل السياسية، ثم ننتقل إلى مرحلة لازلنا مع الأسف من مرحلة الدستور الانتخابية، مرحلة الانتقالية، علينا أن ننتقل يا أستاذ يسمونها المرحلة النضج الديمقراطية. متى نصل إلى النضج الديمقراطية حتى نخرج من هذه المراهقة السياسية؟ أنا ذاك
نشتغل على ما يسمى على العناوين الأغلبية السياسية، الأغلبية الوطنية، نشتغل على أنه بعيد عن القواعد وعن صراع الدول، ونشتغل تماما وبعيد على أنه لا نكون ساحة لكل هذه الدول الستة اللي موجودة. بغداد كانت ساحة استقطاب للمخابرات العالمية، بغداد كانت ساحة صراع، كان كل دولتين تختلف بالعالم تجي اليوم الصف معاركها ومشاكلها على بغداد مثل ما يجري اليوم على دمشق. لكن أقول بصراحة الوضع تغير اليوم، تغير تماما. وهذه الطائرة اللي تحدثنا بها، سرب الطائرات الذي ذهب ضرب داعش، هي هذه الرسالة السياسية التي نتذكرها ونتحدث عليها، أنه العراق بعد ما تقبل أن يكون ساحة صراع، وعلى الدول الجوار أن تحترم العراق وتحترم إرادته وتحترم دستوره وقانونه، ولا نريد التدخل ولا نريد تحتل مناطق مرة أخرى تحت عنوان حماية مكون الفلاني والقومية الفلانية. اليوم علينا جميعا ننظر بعين وبمصلحة العراقيين من أجل على الأقل أبنائنا وأجيالنا المقبلة. ليس من الصعب أن نقنع الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما أقنعناهم يحاربون داعش. داعش هي صناعة معروفة، ومن جاء بداعش ومن حرك داعش والمخابرات اللي أعدت في مطابخها داعش والدول التي دخلت على داعش. لكن اليوم بال 2014 استطاعت الحكومة الموجودة أن تقنع الأمريكان وتقنع العالم أن يأتون، وممكن نحمي العراق. اليوم العراق خرج من هذا الموضوع، تبقى المعركة القادمة هي معركة سياسية بامتياز، وعلينا أن نقاتل سياسيا ونغادر ثقافة البندقية، وعلينا أن ننتصر سياسيا، لكن برؤية من؟ برؤية الناضج العاقل الذي يؤمن بالمصالح العليا إلى الوطن، بالأهداف العليا للوطن، ونخرج من هذا الفكر الضيق الفئوي الطائفي الحزبي المناطقي، وننظر على أن العراق خيمتنا جميعا، فلا ينبغي أن نحرق مرة أخرى هذه الخيمة لأنها تجمعنا، والله سبحانه وتعالى وضعنا على هذه الجغرافية الراقية الرائعة بالتعدد والتلون، ومن خلال هذا التعدد والتلون ممكن يتكون المجتمع العراقي، تذوب به كل الاسميات الاثنية وتبقى الهوية الوطنية هي الأسماء والأعلى. طيب أستاذ مار، يعني هل المرشحين أو الانتخابات المقبلة اللي احنا بصددها الآن، هل ستخرجنا من دورق الضغوطات والأجندات الخارجية؟ هل تعتقد هذا الأمر سيحصل؟ لا، هذه الانتخابات أنا أقول مع الأسف بمرارة، يعني بقلب ملأه القيح، نسبة التغيير ستكون ضئيلة. نعم، الشارع العراقي مزاجه مزاج وطني بصراحة. أنا ما أقولها اليوم كمجاملة إعلامية، الواقع الشارع الوطني ابتعد عن الطائفية، ابتعد عن الصراعات الإسمية، لكن الشارع العراقي اليوم بالمخيمات من يجد؟ ما يستطيع مرشح ابن البصرة موجود قدامه، ولا ابن الناصرية موجود قدامه، كذلك مرشح الأنبار وصلاح الدين النووي ما يخرج من هذا النطاق الضيق ضمن صحيح. هذا إطار المحافظة صحيح. ويكون ضمن الإطار المحافظات الأخرى. لأن ولا تنسى أنه النظام الانتخابي دائرة واحدة، يعني بغداد دائرة والمحافظات كل محافظة دائرة، فهو يبقى يشتغل ضمن إطار هذه الدائرة، وهذا هو الخطأ المطلوب، عفوا الخطأ الموجود. نقول علينا أن تتعدد الدوائر، ليأتي ابن هاولير يكون بالبصرة، ويكون ابن الناصرية في الأنبار، ويكون ابن كربلاء في السليمانية، حتى تكون العملية الانتخابية واضحة، وحتى القانون الانتخاب أن نصححه للكثير. نعم هناك تغيير، ولكن تغيير نسبي، ليس بفكر المرشح، لأن المرشح لا زال محصور مع الأسف بعقلية من يقود العملية الانتخابية أو الديمقراطية، هي مجموعة كتل أو قادة من الكتل اللي يديرون العملية السياسية. هؤلاء العشرة الأشخاص اللي يديرون العملية السياسية منذ 2003 أتمنى أن يتغير فكرهم نحو الاتجاه اللي يكون أفضل، لا على أنه أنا أتي بثلاثين أربعين مقعد حتى أفرض نفسي وأحصل على المناصب. لا، كان المفروض أنا بماذا سأبني إلى العراق؟ طيب، ماذا أجني إلى العراق؟ طيب أستاذ، يعني ما أستاذ ماهر، يعني الوعي الانتخابي لدى المواطن موجود، والأجندات الخارجية الدعم للقوائم الداخلية موجودة، وعدم تشريع قانون للمفوضية أو قانون هيئة الانتخابات، بسؤال الكتل السياسية من أين لك هذا؟ هناك أموال كثيرة تصرف على الدعاية الانتخابية، هناك الكثير من الأموال الآن توزع على المواطنين لشراء الأصوات. إذن الوعي الانتخابي موجود والأجندات الخارجية موجودة، هذا ما يؤدي إلى عزوف عن الانتخابات. كيف ستتعامل الحكومة؟ ستتعامل الدولة؟ ستتعاملون أنتم يعني كمحللين سياسيين مع الوضع الحالي من أجل عدم تأزيم الوضع أكثر؟ قد تكون هناك حكومة إنقاذ أو حكومة طوارئ
إذا ما تم هنالك العزوف الكثير من المواطنين عن الانتخابات؟ بالمناسبة أستاذنا العزيز، العزوف عن الانتخابات لا يؤثر على النتائج ولا يدخل ضمن المعايير الدولية، والعراق جزء من ضمن دساتير العالم، نسبة المشاركة لا تحدد النجاح أو الفشل. لا تعتبر 30% حكومة طوارئ أستاذ ماهر؟ لا 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 يوجد، لا لا يوجد، هاي معلومة ويسمعنا الجمهور العراقي ويتحمل مسؤوليتها. نسبة المشاركة حتى لو كانت 10% 5% لن تؤثر ضمن المعايير الدولية، هذا ثابت ضمن أي دستور بالعالم. نعم نعم، لربما نتمنى أن تكون المشاركة نصف زائد واحد، هذا تمني، لكن على الواقع لا القانون يعطل ولا دول العالم تعطل. ممثل الأمم المتحدة في بغداد من خلال الانتخابات عندما يظهر على الإعلام ويقول أنه الانتخابات صارت بشكل الاتجاه الصحيح، أوضح مرة أخرى نسبة المشاركة إن كانت ضئيلة أو قليلة جدا لن تؤثر، وهذا ما يتأمله الأحزاب، يريدون المشاركة 20% حتى تبقى فقط لأحزابهم. هذه الملاحظة اللي ينتبه عليها الجمهور. شكرا. وأقول العزوف ليس لصالحنا، وأقول لكل عراقي من هذا المنبر من هذا المكان، الديمقراطية ممكن، العفو، الدكتاتورية ما ممكن يكون بها أمل، لكن الديمقراطية بها ألف أمل. اذهبوا إلى صناديق الاقتراع، اذهبوا جميعا لتصوتوا، على الأقل 7000 مشارك بالمرشحين، أليس من فيهم صالح؟ أليس من فيهم الأكفى؟ الدورات المضت فرزت لنا شخصيات محترمة وفرزت لنا نوعيات. أستاذ ماهر، لكنها لم تؤثر في الرأي للكتل ولرؤساء الكتل السياسية ولأجندات الخارجية. الشكر كل الشكر لك المحلل السياسي الأستاذ ماهر عبد الجودة، شكرا جزيلا لك على وجودك القيم لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى المحور الثالث والأخير لكن بعد هذا الفاصل. أينما كنتم السلام عليكم. مع قرب موعد الانتخابات النيابية في 12 من شهر آيار، تشهد الساحة العراقية حراكا سياسيا لخوض غمار الاستحقاق الدستوري وكسب ثقة المواطن عبر البرامج الانتخابية للكتل والائتلافات السياسية. ويبرز من بين تلك البرامج المطروحة أكثرها تكاملا هو برنامج ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي. يتركز برنامج ائتلاف النصر على عدة محاور، أولها هو الحكم الفعال ووحدة العراق، والذي يتوزع على عدة فروع تشمل إصلاح النظام السياسي وتفعيل المصالحة المجتمعية الوطنية وتحديث النظام الإداري والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. وبالانتقال إلى تفصيلات تلك الفروع وآليات تنفيذها، يقدم ائتلاف النصر رؤيته في إصلاح النظام السياسي عبر الالتزام ب الدولة من نظام المحاصصة العرقية والطائفية الحزبية إلى نظام المواطنة والخدمة المدنية، تحقيقا للعدالة وتكافؤ للفرص، فيما يتم تشكيل الحكومة على أساس من الاستحقاقين السياسي والوطني، بما يضمن التكامل الوطني بعيدا عن الاستئثار بالحكم أو التهميش أو المحاصصة المقيتة، ووفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية. إلى جانب الالتزام بالإصلاح المؤسسي الشامل وإيقاف ظاهرة التداخل ما بين مؤسسات الدولة وبين الكيانات السياسية لإيقاف التأثير على استقلاليتها ونهجها وأدائها الوظيفي، فضلا عن ضمان مرجعية الدولة ومؤسساتها الدستورية بإدارة الحكم وتوحيد فعل الدولة وحصر الشرعية والسلاح والسيادة لسلطاتها الشرعية. فيما يشمل الشق الثاني من المحور الأول للبرنامج الانتخابي المصالحة المجتمعية الوطنية، والتي تأتي عبر الاستمرار بالجهود الوطنية من مبادرات وإجراءات حكومية لترسيخ الوئام والوحدة الوطنية، وأيضا المضي بفضاء مشروع اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي المشكلة بالأمر الديواني 128 لسنة 2017 للنهوض بمجمل القطاعات المجتمعية والثقافية والإعلامية والتربوية صوب قيم التعايش والسلم المجتمعي
ومعالجة مخلفات داعش الإرهابي، إلى جانب المباشرة بأنشطة منظومة لجان السلام المناطقي المشكلة والمتفرعة عن اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي، والتي تعمل في حقول حل النزاعات وتعزيز الثقة بالتعاون والشؤون الدينية والثقافية والتربوية والإعلامية والرعاية الاستثنائية لأوضاع وشؤون الأقليات وتنسيق عمل الأجهزة الحكومية لخدمة قضايا الاستقرار المجتمعي، وأيضاً تنسيق عمل ومشاريع المنظمات المحلية والدولية لخدمة قضايا النزوح والعودة وتوطيد التعايش والسلام. فيما يأتي الشق الثالث من المحور الأول المتمثل بتحديث النظام الإداري والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية عبر ثلاث آليات، أولها الحد من الترهل في الهياكل التنظيمية من خلال إعداد دراسة مسحية شاملة للتعرف على مدى الترهل في الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجهاز الحكومي، إلى جانب تعديل القوانين الخاصة بالوزارات والهيئات التي تمت هيكلتها. ثاني هذه الآليات تطوير أداء القيادات الإدارية للوصول إلى مؤسسات حكومية كفوءة وفعالة في أدائها من خلال تفعيل معايير اختيار القادة لإشغال المناصب القيادية، فضلاً عن إطلاق برامج لتدريب القيادات الإدارية، بينما يكون ثالث الآليات عبر اعتماد أنظمة إدارية ومالية محدثة من خلال تحديث الأنظمة الإدارية والمضي بالتحول نحو الأتمتة واعتماد المعايير الدولية لتقييم الأداء المؤسسي في وزارات الدولة، والذي تم بناءه وتجريبه على ثلاث وزارات، ومن ثم العزم على الإنجاز الكامل لنظام البطاقة الوطنية الموحدة. هذا كل ما لدي، إلى اللقاء. ائتلاف النصر 158. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى المحور الثالث والأخير من هذه الحلقة، الذي يتحدث عن المسيرات الكبرى في فلسطين. يعني الكثير من التساؤلات حول هذه المسيرات، مسيرات انطلقت من أجل العودة إلى مساكن التي اغتصبت في عام 1948 من قبل الجانب الإسرائيلي. يعني هذه المساكن يراد لها أن تعود أو يعود أهلها لها، لكن الجانب الفلسطيني يقوم يوميا أو كل جمعة بمسيرات كبرى من أجل دعوة العالم أكثر ما هي دعوات إلى الخروج من هذه الأماكن. الدعوات هي سلمية، دائما ما تكون سلمية، لكن الجواب عليها هو دائما التطاول والتجاوز ورمي السلاح المطاطي، الرصاص المطاطي وحتى الرصاص الحي، ووصل عدد الشهداء إلى 35 شهيد وأكثر من 4000 جريح في هذه المسيرات. المسألة بالأمر ما بين هلالين، العرب يقف موقف المتفرج، هنالك بعض التصريحات من هنا وهناك يجدون على جراحات الفلسطينيين، يقولون نحن مع الفلسطينيين لكنهم من العرابين لذهاب فلسطين والقدس إلى إسرائيل ولأمريكا. الحديث أكثر حول هذا الموضوع سيكون معي الأستاذ مصطفى المسلماني، عضو اللجنة المركزية للجمعية الديمقراطية أو جبهة الديمقراطية. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك. جمعة المسيرة الكبرى الرابعة، ما الهدف منها؟ بالتأكيد الهدف منها واضح، يعني مواصلة المسيرات ومواصلة المواجهات مع المحتل الإسرائيلي لنيل الحقوق شعبنا الفلسطيني المسلوبة من قبل المحتل الإسرائيلي، بالرغم من هناك جملة لها أول وليس لها آخر من القرارات الدولية والشرعية
الذي تكفل الحقوق لشعبنا الفلسطيني، ولكن العالم لا يلتفت إلى كل هذه الجراحات وكل هذه العذابات التي تقع على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فلا سبيل أمام شعبنا إلا مواصلة الكفاح والنضال حتى استرداد حقوقه. كما تعلم ويعلم المشاهدين، ذهبنا إلى المفاوضات واستمرت المفاوضات 25 عاما دون أن تحقق يعني سنتي واحد من الأراضي الفلسطينية، بل بالعكس نهبت الأرض الفلسطينية وبلعها الاستيطان المتوحش. فلهذا هذه الجمعة الرابعة التي تم أطلقنا عليها جمعة الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال تحضيرا وإلى المسيرة 15/5 الذي تصادف يوم نكبة شعبنا وتهجيره، المواجهات متواصلة والشهداء يعني يرفقون ومئات المصابين آلاف المصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي والمؤسسات الحقوقية. طيب لماذا العدوان أستاذ مصطفى؟ يعني لماذا العدوان من قبل الجانب الإسرائيلي على المتظاهرين؟ هل هي هذه التظاهرات السلمية أم هنالك مواجهات ما بين المتظاهرين والقوات الكيان الصهيوني؟ لا لا لا، المظاهرات منذ 30/3 إلى يومنا هذا رفعت شعار المظاهرات السلمية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أن سيخرجون مئات من الأشخاص، لم يكن يتوقع أن سيخرج عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بهذه المظاهرات. يعني هذا الشكل لم يعتاد عليه أو يتعود عليه الاحتلال الإسرائيلي أو لم يشاهده منذ قبل، فشاهدوا في هذه المظاهرات الذي بدأت في 30/3 بعشرات الآلاف، هذا استفز الاحتلال واعتبره شكلا نضاليا هو الذي يهدد يعني وجوده ويهدد أمنه بشكل كامل. فلهذا لجأ إلى إطلاق النار بغزارة واستخدام القوة المتوحشة لقمع وإرهاب الفلسطينيين، ظنا منه أن من خلال هذا القتل بإمكانه أن يردع المجتمع الفلسطيني على المطالبة بحقوقه. ولكن كما قلنا يعني العالم وأوروبا الدول الغربية والأوروبية تحددوا بشكل واضح أن هذه مسيرات سلمية والمطلوب حمايتها، وهذا حق يكفله القانون الدولي للمجتمع الذي يريد أن يطالب بحقوقه. فكما نعلم كما نقول الاحتلال لا يفهم لهذه اللغة، يفهم إلا لغة الدم ولغة القمع ولغة البطش من الفلسطينيين. طيب أستاذ مصطفى، يعني هناك استراتيجية من قبل الجانب الإسرائيلي هي استراتيجية استنزاف الوقت، مع استنزاف الوقت يكون هنالك قبول بشكل علني مباشر أو غير مباشر من الجانب الفلسطيني حكومة وشعبا كما فعلوا في المرات السابقة. هل تتخوفون من هذه المسألة؟ يعني لم أفهم السؤال جيدا. يعني الجانب الإسرائيلي يستنزف الوقت في هذه التظاهرات حتى تكون هذه التظاهرات تتضاءل شيئا فشيئا، من ثم يستفادون من هذا الوقت بالموافقة المباشرة أو سواء كانت الغير مباشرة. هل تتخوفون من هذا الأمر؟ لا لا لا، بالعكس المظاهرة 30/5/3 ليومنا هذا بالعكس وهي بحالة تصاعد، ويعني الاحتلال فعلا تقديراته كان يتوقع مثل ذلك النهج، بمعنى إنها جمعتين ومن ثم ستخفض الحراك الاجتماعي الفلسطيني أو الشعبي، ولكن لهذه الجمعة الرابعة وما زال الآلاف المؤلفة يخرجون من أبناء شعبنا في قطاع غزة يرفعون شعار العودة وحرية الأسرى وحرية الوطن الفلسطيني. ولكن ما يتخوفه الاحتلال الآن أن تمتد هذه الجهات وهذه المظاهرات إلى الضفة الفلسطينية وداخل 48، وهذا ما ندعو له نحن في اللجان التي تقوم على هذه المسيرات وعلى هذه المواجهة مع المحتل الإسرائيلي. فنحن نقول عليها لا تقتصر على قطاع غزة، يجب أن تعم هذه المواجهات في كل المناطق، الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي 48 وفي القدس المحتلة وفي قطاع غزة، و15/5 من المتوقع أن تكون هذه المواجهات في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني سواء كان في لبنان أو في الأردن أو في سوريا، في كل مناطق المواجهة مع الاحتلال يجب أن يخرج شعبنا واحدا موحدا ليواجه هذه السياسة العنصرية الفاشية الاحتلالية. بالتأكيد الاحتلال فعلا
يحاول بكل إمكانياته أن يمتص غضب شعبنا ويحاول أن يرهب شعبنا، ولكن شعبنا مصر على حقوقه من قبل هذا المحتل الغاشم. طيب أستاذ مصطفى، يعني غالبية العرب قلبا وسيفا بالضد من فلسطين، كما تعلم من المطبعين، من الذين من الدول الخليجية التي باعت القضية الفلسطينية بالأصل. يعني العرب الآن باهتون متفرجون، وهنالك خجلون يعني راضون بما يدور في فلسطين. كيف تنظرون إلى هذه المسألة وإن الجانب العربي فقط هو من يقف إلى جانب فلسطين؟ يعني بالتأكيد كما قلنا أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين، ولكن للأسف الشديد في هذه المرحلة الحساسة الذي يطرح بها الكثير من الصفقات لتصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل هذه الانتفاضة الشعبية المتواصلة من قبل أبناء شعبنا، نرى أن العرب لا يقفون وقفة يعني واضحة اتجاه القضية الفلسطينية، لا من حيث الشبكة الأمان ولا من حيث الدعم، سواء كان في المحافل الدولية أو حتى في الجامعة الدول العربية. فنحن نقول يعني القضية الفلسطينية هي قضية الأمة كلها من أقصى إلى أقصى، فمطلوب فعلا أن يكون وقفة جادة مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني ليتمكن شعبنا من نيل حقوقه. ونحن نقول بشكل واضح وصريح، يعني معروف العالم العربي ومعروف الذين يقفون بشكل جيد مع القضية الفلسطينية ومن يعادون أو من لا يقفون مع القضية الفلسطينية، وهذه المسألة أصبحت واضحة، التطبيع علنا والعلاقات مع الكيان الإسرائيلي علنا وأصبح يعني مكشوف، واللعبة يعني لم تنطلي على هذه الظروف الصعبة. ونحن كفلسطينيين فعلا نشعر، نحن نواجه هذه الصفقات وهذه المشاريع التصفوية اللي وحدنا دون مساندة عربية وإسلامية. فلهذا يعني يتطلب منا كفلسطينيين لكي نكون ثابتين وقادرين على مواجهة كل هذه التحديات، مطلوب أن يكون وحدة وطنية واحدة، الخروج من دائرة الانقسام الذي فعلا يضعف الموقف الفلسطيني. فأنت تعلم أن هناك الآن تحضير إلى صفقة القرن، وبالأمس ترامب هنأ الشعب الإسرائيلي والدولة الاحتلال بعيد استقلالها وهنأهم في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. فهذا فعلا يدعو العرب أن يكون لهم موقف واضحا ورافضا، ليس يعني رفضا خلينا نقول مجاملة، لا، رفضا حقيقيا يقابله لغة المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء إسرائيل. ولكن للأسف الشديد نرى هناك رضا، وسمعنا قبل فترة تصريحات إلى هذا الزعيم وذاك الزعيم الذي يتحدثون عن حقوق إسرائيل بإقامة دولة على أرض فلسطين. طيب أستاذ مصطفى، يعني من المعيب أن يقف عضو الكونغرس الأمريكي ساندرز يقف أمام الكونغرس ويقول أن فلسطين بحاجة إلى الدعم الذي يقدمه أو تقدمه السعودية إلى الجماعات الإرهابية أو بضرب المواطنين اليمنيين، هل من المعيب أو هو من المعيب بالأصل أن تقف السعودية موقف المتفرج والصديق إلى إسرائيل وتقف بالحياد بالضد من فلسطين؟ يعني بالتأكيد يعني الأمريكان يحاولون دائما وأبدا أن يقدموا أنفسهم بأنهم هم الأمناء الوحيدين على حقوق الإنسان وحقوق المستضعفين في العالم، وبالرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الذي شعب اليمني، وهي الذي تقتل الشعب الفلسطيني، وهي الذي تقتل قتلت الشعب العراقي والشعب السوري والشعب الليبي. بمعنى نحن بأي أيادي قتلت؟ بأي أيادي قتلت؟ بأي أيادي؟ استخدمت الأيادي الإرهابيين، واستخدمت الأيادي المأجورين العرب. نحن نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات الذي ضخت من دول إلى هذه المنظمات الإرهابية لاستهداف وتحطيم الدول في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس. بمعنى آخر نحن نقول من المعيب فعلا أن يقف عضو كونغرس ويقول مثل هذا الكلام، مطلوب أن يكون هناك فعلا شبكة أمان حقيقية داعمة ووازنة من قبل الأمة العربية والإسلامية ومن دول. شكرا عضو اللجنة المركزية لجبهة الديمقراطية الأستاذ مصطفى المسلماني، شكرا جزيلا لك يا سيدي.
الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.